هنتكلم النهاردة عن نقطة بس معانا كده اللي هي الناس اللي بتنبهر بتمارين الأبطال. واحد مثلا يشوف عنوان الفيديو تمرين روني كولمان أو تمرين جاي كاتلر الخيال للشيست للأكتاف فبينبهروا بيه وبيخشوا بيحاولوا ان هم يقلدوا التمرين، ولان ممكن التمرين ده ما يكونش مناسبة ليك، بعدين انت ما تعرفش التمرين دي في تاني مرحلة من مراحل الموسم في الإعداد العام ولا في الآخر في المنافسات، فانت لازم تختار التمرين اللي تناسبك انت. تمرينة البطل لو انت مش مينفعش انك تقلدها عشان تبقى بطل، هو طلع السلم واحدة واحدة، انت لازم تاخد السلم برضو واحدة واحدة. الناس الأبطال دي بيبقى ليها برنامج تدريبي قاسي جدا، برنامج غذائي قاسي جدا، والشدة بتاعة التمرين بتعلى كل ما قربنا ناحية المنافسة. فانت ما تجيش مثلا فيديو موجود الفيديو ده للبطل ده فترة المنافسة اللي الشدة عالية فيه، وانت تيجي تعمله مثلا وانت لسه شخص مبتدئ، هتعرض نفسك لإصابة مش هتستفاد بأي حاجة خالص. تمام، فاحنا عايزين نتحلى بالصبر شوية، واحنا برضو واحدة واحدة لما نوصل للمستويات المتقدمة دي شوية هنبتدي نحط جدول تدريبي يناسب المرحلة اللي احنا فيها. تمام، فاحنا مش هنهمل جزء التمرين والمستويات المتقدمة، بس هنصبر عليه شوية لحد ما نعلى مع بعض واحدة واحدة.